إطار الفعاليات الرمضانية التي ينظمها مركز دبي مول للتسوق الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، شارك عدد من مصممي الأزياء في معرض خصص لدعم المواهب بين مصممي الأزياء المحليين من خلال تسليط الضوء على تصميماتهم وإبداعاتهم وعرض نماذج من هذه الأزياء فيما عرف بمتجر الأزياء المؤقت. فوشيا كانت حاضرة هناك، حيث تجولت كاميراتها في أرجاء المعرض، وقد ضمت المعروضات تشكيلات لسبع مصممات معظمهن يعشن في دولة الإمارات. وضمت الأزياء المعروضة قطعاً خاصة بالشهر الفضيل، منها العباءات والفساتين الطويلة. وحرصت المصممات على استخدام أنواع متعددة من الأقمشة لتتناسب مع الأجواء الحارة التي يتسم بها رمضان هذا العام، كما تضمن المعرض تصاميم للمناسبات الخاصة التي استوحيت خطوطها من البيئة المحلية مع لمسات عالمية.